كمبيعات شركة 1461 ريزيدنس، طبعا منطقة بوستفا قريبة جدا من ميلان روزون. اليوم إن شاء الله راح نعرض لكم مشروع مميز، مشروع ضخم جدا في نفس الوقت، قريبة جدا من الخدمات ومركز المدينة. طبعا أول شيء نتكلم بشكل عام عن المنطقة اللي احنا موجودين فيها، اسمها المنطقة شكور شاير، تابعة لحي اللي هي بوستفا، تعتبر فوق ميدان طرابزون، فوق مركز المدينة. نبعد بالضبط تقريبا عن المطار ما يقارب 8 دقائق، عن وسط المدينة تقريبا 5 دقائق، وعندنا أيضا مجمعات تجارية قريبة من المنطقة على بعد تقريبا 5 دقائق. المشروع يحمل اسم 1461 ريزيدنس، طبعا عبارة عن 10 أبراج، مجمع متكامل. راح نبدأ نعرض لكم على المجسم عشان تاخذوا خلفية كاملة عن المشروع. طبعا المشروع حاليا قيد الإنشاء، أقرب وحدة سكنية راح يسلموها بإذن الله تقريبا خلال شهرين، واللي هي البلوك A. طبعا المميزات اللي عندنا هنا أو أنواع الشقق اللي موجودة تختلف، تبدأ من غرفة وصالة، عندنا غرفتين وصالة، ثلاثة غرف وصالة، أربع غرف وصالة، بالإضافة إلى دوبلكسات. طبعا الدوبلكسات في ثلاثة غرف وصالة على شكل دوبلكس، وأيضا عندنا ستة غرف وصالة على شكل دوبلكس، تختلف المساحة. أول شيء نبدأ، طبعا عندنا شارع رئيسي مثل ما أنتم شايفين، هذا شارع رئيسي يكون موازي لخط الساحل اللي موجود في طرابزون. طبعا امتداد الشارع تقريبا 25 كيلو، يقطع طرابزون من البداية إلى النهاية، هذه ميزة تكون الشارع على المجمع بالضبط. طبعا يميز الشارع أيضا أو المجمع أن وجود مراكز تجارية بإذن الله بعد ما ينتهي المجمع، هذه المراكز التجارية راح تخدم المجمع نفسه، بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة عندنا. طبعا مساحة الأرض الكلية اللي مبني فيها المجمع 29,000 متر مربع. نبدأ بالخدمات، الخدمات عندنا ملعب كرة سلة، ملعب كرة قدم، بالإضافة إلى مسبح مغلق، نادي رياضي مغلق، حمام تركي، ساونا، فتنس، جميع الخدمات راح تكون موجودة في المجمع. أيضا بالإضافة إلى تقريبا ثلاثة أدوار في المنطقة هذه ودورين في المنطقة هذه، مواقف سيارات مغلقة، يعني ما راح تشوفوا مواقف خارجية في المجمع، جميع السيارات تكون في المواقف المغلقة. بالإضافة عندنا جلسات، راح تكون في جلسات جميلة، جلسات عائلية، أيضا مساحات خضراء، بالإضافة إلى الشلالات والنوافير الاصطناعية اللي موجودة في المجمع. طبعا مثل ما ذكرت لكم المجمع عبارة عن 10 أدراج وتسلم على عدة مراحل. طبعا هي المرحلة الأولى عندنا البلوك A، البلوك A تسليمه راح يكون تقريبا خلال شهرين، وبعدها عندنا البلوكات الأخرى، طبعا في بلوكات تسليمها راح يكون بعد سنة ونص، وأيضا في عدة بلوكات راح تكون تسليمها تقريبا بعد سنتين ونص إلى ثلاث سنين. وهذه تتيح لكم إمكانية الشراء بالأقساط، أقساط تكون ميسرة جدا، يعني دفعة أولى تقريبا 40% والدفعات الباقية على مدى اللي هي مدة التسليم، يعني مثلا إذا تسليم المجمع تقريبا بعد نقول سنتين تقريبا راح تدفع 40% مقدم والباقي تكون أقساط لمدة سنتين. راح إن شاء الله نشوف شقة نموذج في البلوك A، راح نعرضها لكم على أساس تشوفوا التشطيب الداخلي لها. طبعا مطور المشروع رئيس البلدية سابقا، وهذا اللي يعطيكم أمان أكثر من ناحية التسليم والتشطيبات اللي يستخدموها. فإن شاء الله راح نشوف شقة نموذج في البلوك A، وراح نعرض لكم أحد الشقق المعروضة للبيع حتى تاخذوا خلفية كاملة عنها. يلا نطلع. طبعاً وصلنا الآن للشقة النموذجية، راح نعرضها لكم في الدور الثاني تقريباً، مساحتها 165 متر مربع. طبعاً هذه الشقة مجهزة بالكامل، يعني تشطيباتها النهائية لها حتى تشوفوها، تشوفوا طريقة التشطيب، وبعدها إن شاء الله راح نعرض لكم شقة معروضة للبيع في الأدوار العلوية عشان تشوفوا الإطلالة. أول ما ندخل على يمين الشقة عندنا دورة مياه، كرمكم الله، طبعاً عربي، ممكن يتحول لأفرنجي كلوزيت على حسب رغبة العميل.
أول ما ندخل عندنا مدخل شرح جدا موزع للغرف. على يسارنا مباشرة عندنا هنا المطبخ مثل ما أنتم شايفين. هنا المطبخ الدواليب راح تكون راكبة جاهزة بالطريقة هذه، وأيضا لها مخرج للبلكونة. راح نخرج من الصالة ونشوفها. البلكونة مشتركة بين ثلاثة غرف، أو بين غرفة الصالة والمطبخ والغرفة الأولى. هنا عندنا الغرفة الأولى مثل ما أنتم شايفين، مساحة جيدة يعني تكفي فيها سريرين تقريبا دولاب. وهنا عندنا مخرج للبلكونة. هنا عندنا الصالة، طبعا الألوان جميلة جدا، يستخدمون فيها ألوان فاتحة بحيث تعطي شراحة للصالة أو الشقة بالكامل. هنا عندنا الصالة التدفئة، طبعا مجمع تدفئة مركزية مثل ما شايفين. هذه الدفايات موجودة على الجدران. وأيضا عندنا هنا البلكونة، هذه مساحة البلكونة ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة تقريبا 5.5 × 2.5 تقريبا، مساحة جيدة. نشوف معاكم باقي الغرف. عندنا بالنسبة للشقق اللي هي ثلاث غرف صالة في عدة مساحات. هذه اللي مساحتها 165 متر مربع تقريبا، هذه الغرفة الثانية. نجي هنا عندنا دورة المياه الرئيسية، طبعا مثل ما انتم شايفين جودة الإكساء جميل جدا، المواد المستخدمة مواد طيبة. هنا عندنا المروش، هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، أيضا مساحة جيدة فيها دورة مياه. طبعا دورة المياه اللي هي الثالثة، عندنا المغسلة وعندنا المروش. نطلع الآن راح نشوف الشقة في الأدوار العلوية بحيث تشوف إطلالة الشقق على البحر والطبيعة. وصلنا الآن لأحد الشقق في الطابق العاشر. طبعا الشقة هذه معروضة للبيع مثل الشقة اللي صورناها أول نموذج. تسليمها راح يكون بعد شهرين تقريبا. أول ما ندخل على يدنا اليمين عندنا دورة مياه أعزكم الله، وأيضا مثل ما شرحنا لكم سابقا عندنا المدخل الشرح، وعلى يسارنا مباشرة عندنا المطبخ. طبعا دواليب راكبة باقي الأغطية فقط، وعندنا مخرج للبلكونة مثل ما شايفين. هذا المخرج للبلكونة، البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة والغرفة الأولى. هنا مدخل الشقة على يسارنا أيضا عندنا هنا الغرفة الأولى، مساحة طيبة وشرحة ولها مخرج للبلكونة. طبعا الشقة هذه راح يسلموها بإذن الله بعد شهرين تقريبا. وعندنا هنا الصالة، الصالة تقريبا مساحتها 7×5، مساحة جيدة بحدود 35 متر مربع، وأيضا ممددين لها تمديدات اللي هي التدفئة المركزية. ومثل ما انتم شايفين عندنا الإطلالة الأمامية جميلة جدا، إطلالة على الطبيعة ولها إطلالة جانبية أيضا على البحر. إطلالة كاملة على الطبيعة وعلى البحر. طبعا احنا مثل ما ذكرنا لكم في منطقة مركزية، قريبين من مودرن فورم، قريبين من اللي هو مركز المدينة الميدان، وأيضا قريبين من الحفر. نطلع للبلكونة، بلكونة تقريبا 5.5×2.5، مساحة جيدة جدا، وأيضا إطلالة بانورامية على المدينة والبحر. نكمل معاكم نشوف باقي الغرف. طبعا هنا عندنا الغرفة رقم 2، الغرفة الثانية مساحة جيدة. وهنا عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة بالكامل. بإذن الله تعالى خلال شهرين راح تكون جاهزة. وعندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، مساحة جيدة ما يقارب 16 و17 متر مربع تقريبا، وأيضا بداخلها دورة مياه خاصة فيها. أخوة
اخوكم محمد البخاري من شركه بروج. اتمنى الشرح نال اعجابكم باذن الله، وقدرنا نوصل المعلومه بالكامل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.